أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: السكنى في بلاد الكفار من غير حاجة، هل هي من الموالاة لهم برغم من التمسك بالشعائر الدينية الظاهرة؟ أولا الهجرة مطلوبة بلا شك، أن الإنسان يهاجر إلى بلاد المسلمين ويعيش مع المسلمين ويربي أولاده مع أولاد المسلمين وفي مدارس المسلمين، هذا أمر مطلوب بلا شك. أما وجوب الهجرة هذا على الذي لا يقدر على إظهار دينه، لا يقدر أن يدعو إلى التوحيد وأن ينكر الشرك، ما هو بإظهار الدين أنك تصلي وتصوم وتسكت فقط، أو هذا هو إظهار الدين. إظهار الدين أنك تقوم بالدعوة وتبين بطلان الشرك وبطلان ما هم عليه، تدعوهم إلى التوحيد، فإذا تركوك تدعو إلى الله هذا إظهار الدين. نعم.